غطى حدث استشهاد علي فيصل العكراوي المشهد السياسي والميداني في البحرين، حيث انطلق موكب التشييع يوم أمس الأحد 18 من مايو الجاري بمشاركة حاشدة من الجماهير التي عبرت عن التحامها بمشروع الثورة الذي دفع الشهيد حياته من أجله. شهود عيان أفادوا بأن التشييع كان مهيبا ورفعت خلاله هتافات إسقاط النظام وتأكيد المفاصلة مع صفقات التسوية، وقد تدخلت القوات الخليفية وقمعت المشيعين باستخدام الأسلحة القاتلة وأوقعت إصابات خطيرة في صفوف المواطنين. مساء انطلقت تظاهرات الوفاء للشهيد، وعبر المتظاهرون عن التحية لأم الشهيد والعرفان لتضحيات عوائل الشهداء. وأعلنت أكثر المناطق الحداد العام تمجيدا لروح الشهيد، وتم إطفاء الأنوار وإغلاق المحلات باكرا، فيما لجأت قوات النظام لقمع التظاهرات وإطلاق أسلحة الشوزن ومحاولة دهس الأهالي بالمركبات العسكرية. وعلى أثر ذلك وقعت اشتباكات ضارية مع قوات النظام، وتوسعت عمليات الردع طوال وقت متأخر من مساء أمس وصباح اليوم الاثنين 19 من مايو، حيث نفذت المجموعات الثورية عمليات متنوعة على امتداد البلاد وفي الشوارع العامة. وحمل الحضور الثوري عناوين الثأر للشهيد وتجديد العهد لتحرير جثمان الشهيد عبد العزيز العبار والثبات على أهداف الثورة. القوى الثورية نوهت بالحضور الثوري في الميادين ودعت لمواصلة الفعاليات في كل الساحات، وجددت رفضها لسياسات التفاوض مع النظام الخليفي الذي اعتبرته نظاما مجرما وأن يديه ملطخة بدماء المواطنين. قوى الثورة حذرت من مخططات الأجنبي لاحتواء الثورة، وحثت الجميع على الالتحام بالشعب والاستماع لمطالبه الحقيقية التي تضج بها التظاهرات وصرخات أهالي الضحايا والشهداء.